بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم هو مطبخ ام باسل. النهارده بقى هنعمل شويه قرص بقى كده بالسكر والقرفه بتاعت الافران اللي بتبقي شايفاها كده بقى قبه وريحتها طالعه وطريه زي ما انتم شايفين كده، ومش عارفين سرها ايه، وبنجيبها غاليه. احنا بقى هنعملها بكل اسرار الافران. خلاص يا جماعه، مبقاش في سر فرن ولا اي حاجه، ولا حد يقدر يخبي عليكي سر الصنعه. كل حاجه هنعملها في البيت. بصوا الطراوه والجمال، تحفه، مش قادره اقول لكم. مش هنتكلم بقى كتير عشان القرص ايه، مش محتاجه بصراحه كلام كتير. نشوف الطريقه والمقادير على طول. بس قبل ما نروح نشوف الطريقه ونشوف المقادير ونشوف الحشوه بتاعت القرص من جوه عامله ازاي، فضلا وليس امرا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف القرص بتاعتنا النهارده بتتعمل ازاي. يلا بينا نسمي بسم الله. عندي الاول نص كوبايه لبن دافي، حته بيضه، كيس فانيليا، كيس سكر، ادي واحد، ادي الثانيه، معلقه خميره كبيره فوريه، علبه زبادي. عايزه اقول لكم ان كل المكونات دي بدرجه حراره المطبخ، يعني الزبادي والبيض انا مطلعاهم قبل ما اشتغل في الوصفه قبلها بحوالي ساعتين كده او ثلاثه عشان يبقوا بدرجه حراره المطبخ. قلب بقى المكونات دي كلها كده علشان الخميره بتاعتي، لازم المكونات تبقى بدرجه حراره المطبخ عشان الخميره بتاعتي ايه ما تبوظ، تمام. وعلبه الزبادي اللي هي العاديه 105 جرام. قلبت المكونات دي، هجيب فوطه نظيفه وهغطيهم 10 دقائق. ال 10 دقائق تمام. نبتدي بقى ايه عندنا. بصوا الخميره اتفعلت ازاي واشتغلت. هحط معلقتين زيت، ادي واحد ادي اتنين، تمام. بعد كده بقى تيجي مرحله الدقيق، لازم طبعا ندخله، وهنحط ادي واحد ادي اتنين تلاته، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه ملح، وندخل المكونات دي كلها. دخلنا خلاص التلات كوبايات دقيق بالبيكنج باودر والملح. نروح بقى على العجان، دي بقى ايه، نعجن المكونات دي كلها ونشوف محتاجين دقيق ولا مش محتاجين. بصوا على طول لازم مقدار الدقيق، اي وصفه تشوفيها ما تحطيش مثلا، لو انا قلت لك 3 كوبايات ما تحطيش 3 كوبايات كلهم او الاربع كوبايات كلهم، لازم تخلي كوبايه على جنب او نص كوبايه على جنب عشان مقدار الدقيق هيختلف من عندي لعندك. بصوا انا ما حطيتش الكوبايه الرابعه، حطيت 3 كوبايات دقيق، وبتبقى فيها سن التلزيقه كده، بس العجينه ايه ملمومه معايا كويس، هتضرب كويس وهتبقى ايه زي الفل. دلوقتي انا هعمل ايه، خلاص هي العجينه اتلمت معايا، هنحط حوالي يعني معلقه زبده، تمام اهو، ونبتدي بقى ايه نجمع العجينه وسيبها ايه تتعجن بقى ايه حوالي ايه 7 دقائق كده بالعجانه او 10 دقائق بايديك. تعالوا كده نسمي بسم الله ونشوف العجينه. بصوا طريه بتلزق سنه بسيطه، بس هو ده القوام المطلوب، تمام. يبقى احنا اتفقنا ان احنا ما نضيفش الدقيق كله مره واحده، وثلاث كوبايات الدقيق، ثلاث كوبايات يكونوا مليانين، جنب كوبايه دقيق رابعه تاخدي منها معلقه معلقه، تمام، علشان طبعا انا الدقيق بتاعي مختلف عن الدقيق بتاعك. بصوا ده قوام العجينه التمام المظبوط. ندهن البوله بتاعتنا كده بشويه زيت صغيرين، تمام اهو، وبرده وش العجينه اهو علشان ما ينشفش الشكل ده. نغطيها بالبلاستيك راب ونسيبها بقى في مكان دافي علشان تتخمر براحتها. طبعا الجو بارد او في لسعه برد شويه، فايه هتغيب شويه. لو انت مستعجله سخني الفرن وطفيه وحطيها ايه فيه، هتلاقي ايه خمرت على طول. نغطيها، وبعد ما تخمر تعالوا نشوف هنشكلها ازاي. العجينه بتاعتنا تخمر، نحضر الحشوه. عندي ربع كوبايه سكر، عليهم معلقه قرفه كبيره، وكيس فانيليا، تمام. ادي الحشوه بتاعتنا، نقلبها كويس كده ونركنها بقى على جنب كده. عندي معلقتين سكر، ادي واحد وادي التانيه،
معلقتين هنحط كوبايه ميه عادله من الحنفيه ونقلب، ندوب السكر كويس بس اهم حاجه. دوبنا الميه كده بالسكر، نجيب بقى طبق نفضي فيه الميه بالسكر دي كده تمام، ونركن كده على جنب عشان دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها في العجينه بتاعتنا. وعندنا طبق فيه سمسم اهو، يبقى احنا كده ايه حضرنا الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها في العجينه تمام. سكر بالقرفه بالفانيليا، كوبايه ميه عليهم معلقتين سكر مدوباهم، وادي السمسم بتاعي. تعالوا بقى ايه نشوف العجينه بتاعتنا وهنشكلها ازاي. العجينه بسم الله بسم الله ما شاء الله، شايفين لما عملت حركه الفرن اللي انا قلت لكم عليها دي، بسم الله ما شاء الله العجينه اتخمرت معايا على طول بسم الله. تعالوا بقى ايه نقسمها كور الحجم اللي انتي عايزاه، يعني مثلا وليكن كده الحجم ده كده كويس اهو، قسميها بقى ايه كلها كده بالحجم ده كده. العجينة ما شاء الله 18 قطعة عن زي ما انتم شايفين، وسبتها تستريح 10 دقايق. هبدأ بأول واحدة انا قطعتها ونغطي الباقي علشان ايه ما تنشفش مننا. هجيب العجينة هعمل فيها فتحة كده، احط معلقة سكر بالقرفة الحشوة اللي احنا عاملينها، وابتدي المها كده. لو انتوا ما بتحبوش القرفه، رغم ان القرفه في القرص دي بتبقى جميله جدا جدا، ممكن تستغني عن القرفه وتحطي على السكر معلقه دقيق. ليه معلقه الدقيق يا ام باسل؟ علشان السكر بتاعي ما يسحش، الدقيق يمسكه وايه ويفضل جوه القرصه بتاعتي تمام. هكومها كده، هقفلها بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، وهروح حاطه في الميه اللي هي مسكر تمام، وهروح على السمسم وهضغط كده وهبطط الايه العجينة بتاعتي. نعمل زوم اهو، شايفين اهو بالشكل ده كده، بصوا اهو لسه هنفردها تاني، شايفين سهلة جدا جدا جدا. وعندي بقى صينية مدهونة دهنة زيت اهو، هنحط بقى فيها ايه القرص بتاعتنا كده وندوس عليها كده، شايفين حاول اوريكم، ندوسوا عليها كده عشان ايه تتفرد معانا بس كده. نعمل بقى ايه كل الكميه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده. خلصت الكميه، نغطيهم بس 10 دقايق قبل ما الفرن بتاعنا يسخن تمام، وبعد كده نحطهم في فرن بقى على رف وسط درجه حراره 200 من 10 دقائق ل 12 دقيقه على حسب النار بتاعه الفرن بتاعتك، ولما تطلع نشوفها مع بعض. القرص بتاعتي طلعت من الفرن، طبعا اول ما بتطلع بروح مغطياها بفوطه على طول وكتماعه علشان تطرى ايه معايا. لو حسيت ان هي ناشفه ممكن ايه ترش عليها رشه ميه بسيطه، بس هي ان شاء الله مش ناشفه. بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بصوا تحفه يا جماعه، شايفين الطراوه؟ تعالوا بقى نرصها في الطبق وتعالوا نفتحها من جوه ونشوف شكلها عامل ازاي. القرص بتتكلم لوحدها، عايزه اقول لكم ان من 3 كوبايات دقيق ما شاء الله ما شاء الله طلع لي 20 قرصه. انا قلت لكم ان انا قطعت 18 كوره، ال 18 كوره دول لما جيت اعملهم يعني بقيت ايه اخد من كل كوره قطعه كده على اساس ايه لقيتها كبيره، بقيت ايه اصغرها شويه، وبصوا الحجم ده مناسب اهو كويس ما فيهوش اي حاجه، فطلعت معايا 20 قرصه. لو انت عايزاها اصغر من كده ممكن تصغري إيه الكوره بتاعت العجين عن كده كمان. بصوا شايفين بسم الله، ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الحلويات دي والطراوه دي؟ بصوا شايفين الحشوة متوزعة كلها والريحة مش قادرة اقول لكم، بسم الله رائعة بجد بجد رائعة يا جماعة، احلى من اجدع فرن ممكن تجيبيه منه، خطيرة. بصوا عجينة رهيبة، السكر مع القرفة
مش قادره اقول لكم يعني عامل شغل جامد. ريحه المعجنات في البيت بتبقى تحفه جدا جميله. قومي بقى اعمليها وما تكسليش، هتطلع معاكي بنفس الجمال اللي انتوا شايفينه ده. مقادير مظبوطه وامشي على الخطوات بالظبط اللي انا قلت عليها، هتطلع معاكوا زي ما انتوا شايفين كده. ده كان فيديو بتاع النهارده، القرص اللي هي بالسكر والقرفه بتاعت الافران، وازاي تطلع معاكي ناجحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون الفيديو كان سهل وخفيف عليكم، وانا كنت انا خفيفه عليكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناه ام باسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. فيديو سهل وسلام مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.